حاجه مهمه قوي. طب انت متخيل ان بعثه اولمبيه كبيره، يعني اللجنه الاولمبيه المصريه بتفخر انه بعثتنا هي الاكبر في التاريخ، وده طبعا علشان فيهم منتخبين لالعاب جماعيه كره القدم واليد فرافعين العدد، بس ما علينا. هل بعثه راح حدث اولمبي في هذا الظرف، ظروف الجائحه وظروف ضغوطاتها النفسيه و هل في معد نفسي مسافر مع البعثه المصريه؟ ما سمعناش. طب هيحل على مين ولا مين؟ ما هي النقطه. لكن في اتحادات عندك لعيبه، في اتحادات، يعني اتحاد التايكوندو، رئيس اتحاد التايكوندو اما بيكلموه قال لهم احنا استعنا بمعد نفسي. معد نفسي يعني السباحين والعاب القوه والناس اللي السباحين هم اللي كانوا اكتر ناس محتاجين، الناس اللي بتنافس على اجزاء من الثواني. ومش كده اكتر ناس خدت اعداد وبعضهم سافر بره وعاش بره وكلهم ارقامهم اقل من ارقامهم الحقيقيه. اي لو حد فيهم جاب رقمه او تجاوز رقمه كان ممكن يعمل مفاجاه. طب ايه احنا ما بنعترفش بهذا العلم ولا ايه؟ مش ما بنعترفش، ممكن تبقى صهيانه مش واخد بالك، لا ده جهل، او مش يعني مهتم، ده جهل، او سايبها كل واحد والهامه. ما هو التخطيط السليم على فكره في مدربين شاطرين في الحته دي، وكان مانويل جوسيه منهم، وكان الكابتن الجوهري منهم. صحيح، واخد بالك؟ صحيح. ورغم كده مانويل جوسيه فتره من الفترات استعان دكتور محمد فكري وعمل تجربه هائله معاه. ولماذا لم يستمر؟ مش عارف. انا رايي ان المعد النفسي وجنبه في ناشئ النادي الاهلي مين عنده تاريخك عشان تطلع لاعب بيحب الاهلي حتى بعد ما يسيبه. انا يهمني اللاعب اللي يتربى عندي، يتربى وهو في اي مكان يطلع بيفخر بالنادي الاهلي انه في يوما ما ارتدى هذه الفانيلا. هيعمل كده زي من غير ما حد يشرح له، من غير ما حد يعلمه. لكن لو سبتها بقى انك ايه الناس اللي بتدولهم في ودانهم، ما خدتش فرصتك والحق فرصتك والنادي الاهلي ظلمك، بيطلع محقون بدل ما يطلع ممتن وفخور. المسافه واسعه جدا بين الشعورين دول. ايوه. فأنا أتمنى إن احنا نستكمل مشوارنا الصحيح في إعداد الناشئين اللي احنا قطعنا فيه شوط السنة دي، بإن احنا نستكمل ده بالحتتين دول، معد نفسي ومعد تاريخي، ويكون حد من أيقونات النادي الأهلي أو أكثر من حد. هو كابتن عماد متعب لو قعد مع الناشئين واتكلم معاهم مرة في الشهر. أنت بتتكلم على التدريبات التخصصية كمان؟ لا، الكلام على الفخر بالنادي الاهلي. يا ابني انت اللي هي تنميه الشخصيه. مثلا انت عايز بقى خبراء في الموارد البشريه بقى يبدا يعلي دماغ الناشئ، ويا ريت يكونوا نماذج. طبعا اللعيب يقعد قدامهم كده، ده فلان يبقوا هم نفسهم ياخدوا تاريخ النادي الاهلي يحفظوه وينقلوه بمواقفه. يعني بمواقفه انت بتتكلم عن ويقول تجاربه الشخصيه. بالزبط. انا فيدي عمل حصل كده، واليوم الفلاني اللي انا زعلت فيه عشان ما لعبش اتضح بعد كده ان وجهه نظر المدرب كانت كذا كذا كذا، لما في امتار تحت المواقف اللي هيتعرض لها اللعيب، تدرس التجارب بين الاجيال. ازاي انت بتتحدى نفسك وبتطور نفسك عشان لما تطلع فوق تطلع وانت شخصيه جاهز نفسيا حتى. شخصيه صحيح. فالجزء الشخصي ده مهم جدا، ده مهم جدا جدا. راجعوا كل افراد الجيل الذهبي عشان الناس اللي بتتكلم على بصمه الاهلي وتاثيره، شوفوا ابو تريكه وبركات ووائل جمعه واسلام الشاطر وعصام الحضري مثلا، شوفوا كل دول شخصيتهم قبل ما يجوا النادي الاهلي. سيبنا من النواحي البدنيه والفنيه والتكتيكيه، لا انا بتكلم على نمط الشخصيه، الخصائص بتاعه شخصيه اللاعب، شوفوه قبل ما يجي النادي الاهلي كان عامل ازاي، ولما اشتغل مع النادي الاهلي هو فلافيو ده ومع مانويل جوزيه تحديدا، لانه له فضل كبير في الجزئيه دي، ويا ريت مدربينا ياخدوا بالهم من جزئيه تنميه ورفع كفاءه السمات الشخصيه للاعب. دي مساله مهمه جدا. فلافيو وجلبرتو اديس والبان مثلا امثله اهي. لو جبتهم اتكلموا مع الناشئين، مع الناشئين صحيح، يقولوا لهم احنا لما دخلنا النادي الاهلي تعرضنا لصعوبات شكلها ايه، طب عملنا ايه، طب النادي الاهلي عمل معانا ايه، عشان كده احنا لحد النهارده بنحب النادي الاهلي واحنا مش من ولاده، لكن بقينا من ولاده من اللي شفناه. تخيل تاثير هذا الكلام من لاعب اجنبي جه عندك وابدع على ناشئينك انت، يجي يقعد معاك اسبوع هنا ويقعد مع الناشئين بتوعك. دي مساله مهمه جدا لكابتن خالد بيبو الحقيقه، اللي عنده ترتيبات كبيره جدا في قطاع الناشئين.
هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم عن المنتخب الأولمبي.